هلا والله متابعين، اليوم انا وين جايبكم؟ جايبكم على تاريخ وسمعه ورمز من رموز محافظه كركوك، مطعم سيد كريم. تعالوا سووا خلينا نجربه. شوفوا التصميم مالته من الخارج، شوفوا للجمال، تعالوا خلينا ندخل جوا وراح تشوفون شغلات بعد احلى، والباب مالته مفتوح لكل الضيوف اللي تجي عليه. احلى شيء بهذا المطعم متكون من طابقين، طابق الارضي بمكانات مخصصه للشباب وبمكانات مخصصه للعوائل. خلينا نصعد على الطابق الثاني، الطابق الثاني نفس الشيء بمكانات مخصصه للعوائل وبمكانات مخصصه للشباب. شوفوا لي التصميم مالت المطعم، التصميم مالته عراقي حضاري جميل. شوفوا لي الهدوء داخل المطعم، جمال مالته يخبل من الداخل. تعالوا خلينا نجرب اكلهم يلا. اليوم انا قاعد باهم حضارتين بمحافظه كركوك، قلعه كركوك ومطعم سيد كريم، وشوفوا لي الجمال بمطعم سيد كريم. شوفوا لي الدولمه، شوفوا لي المحشي، شوفوا لي الغوزي، واحلى شيء بيهم مطعم سيد كريم يا اكله تخطر ببالك هم يسووا لك اياها، اكلات بالبيت، اكلات الشرقيه، اكلات الغربيه كليتها موجوده. وتعالوا هسه خلينا نبلش بالاكل. شوفوا لي الدولمه، شوفوا لي شلون دولمه، شوفوا لي اللحم اللي بالدولمه، شوفون شلونه، شوفوا لي اللحم مالت الدولمه، شوف لي شلون دولمه. وينكم عشاق الدولمه؟ هاي الدولمه العراقيه، اذا تريد دولمه عراقيه وتعزم صديقك وتقول له احنا اهل دولمه جيبه هنا. مطعم سيد كريم اكلاته كلها طيبه، خاصة أكلات اللي يسوونها هنا أكلات البيت. يعني مثلا عندك هنا الشيخ محشي، شوفوا لي الشيخ محشي، شوف لي شلون جمال. نعوف ذني على صفحة، أنا من أشوف الشيخ محشي أفقد بصراحة، فألفها هيج أقول بسم الله. عزيزي المصور تعال شوف لي القوزي، شوف شلون قوزي، شوف شفته شلونه، خلينا نقول بسم الله. لحم عراقي 100%. شغله كلش حلوه مطعم سيد كريم، ويمكن ما موجوده ببعض المطاعم. المقبلات مالتهم كلها مجانيه وتقدر تطلب ايش قد ما انت تريد، واحلى شيء بهم عندهم مقبلات خاصه للاطفال، واحلى شيء عندهم الختاميه، ايش قد انت ماكل ما راح تحس بالدسومه من تاكل هذا. احلى شيء الشاي مالتهم مهيل، الريحه مالته تخبل. عنوان مطعم سيد كريم ابد ما يتيه، الماس مجاور في الكت الماس.